يسأل سائل يقول ينفع أخذ باقي زكاة الذهب بعد ما نرجع من الحج؟ علي زكاة الذهب أخذت بعضها وسأسافر إلى الحج وعايز أخر الجزء الباقي بعد العودة من الحج. أقول له يا رعاك الله، أولا امتنع الحديث عن الحلي المباح للمرأة، ففي وجوب الزكاة فيه خلاف فقهي مشهور، والجمهور على عدم وجوب زكاته، والأحناف وكثير من المحققين على وجوبه، والاحتياط إخراج زكاته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول مقدار النصاب ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص، ومقدار الزكاة ربع العشر. الأصل هو المبادرة إلى براءة الذمة وإخراج الواجب، فلا تدري نفس يا ولدي ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن إن كنت أو كنت معسرة في الوقت الراهن فلا حرج في الذهاب إلى أهل الحج والمبادرة إلى الوفاء بالزكاة عند أول القدرة على ذلك بعد العودة بإذن الله عز وجل.